فنان ناجي على فكرة قاعد ساكت بس قاعد بيعمل شغل، أنا شايفاه بيعمل شغل من الصبح، يعني بيمارس هوايته المفضلة. هي هواية لسه على فكرة، مش ممكن تكون احتراف بالنسبة لك يا أستاذ ناجي. هو أنا رسمته سكتش سريع وهو بيقسم بحق الجماهير إن هو هيقول الحق. آه قال إيه بقى؟ لا حجم أنا مش شايفها من هنا. والله العظيم وبحق الجماهير أقول الحق. آه بس كده. بس كده يعني. ده الانطباع الأولي. آه لقطة سريعة كده. آه. ما فهمش ولا نكتة ولا حاجة من لا لا ما فيش كده. نكتك الظريفة دي؟ لا ليه؟ لأني بحبه.